مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة، أنا صديق رجل مميز ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا، رحبوا معي بالأستاذ خليفة الأونر وصاحب بيدال سايكل أند كوفي. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ خليفة. أستاذ خليفة، بالبداية بحب أتعرف عليك ونعرف أيضا السادة المشاهدين أكثر بحضرتك عن بداية حياتك العلمية والعملية. تفضل. وياكم خليفة المري. نعم. أنا خريج بكالوريوس ترنشنال بيزنس. نعم. ومثل ما احنا نتكلم في أحمد عن بدل كمشروع، بدينا قبل سنتين افتتحنا المشروع. ما شاء الله. كان هذا أول مشروع بدينا من ناحية شغف وحب للدرجات النوعية. وكيف اجت الفكره على بالكم انه تعملوا مزج ما بين اللي هو السايكل مع الملابس الرياضيه مع الكوفي؟ خبرنا عن هاي الكومبينيشن. بدينا نطلع بفكره غير، مثل ما تشوف المشاريع والبروجكت دوم في اشياء جديده في دبي، دوم في تميز، دوم في اشياء صعب انك تنافسها اذا ما كنت بتب شيء جديد في السوق. طبعا حاولنا نكون متميزين بطريقه غير، حاولنا نجمع حب الدراجات الهوائيه مع القهوه، شيء يعني غير عن اللي موجود في السوق. كل دراج يحب القهوه اكيد. فجمعنا الشيئين مع بعض وجينا بهذا الفكره. ما شاء الله عنك. طبعا خلينا استاذ خليفه نوضح للساده المشاهدين اكثر عن بدال سايكل اند كوفي، عن الخدمات اللي انتم تقدموها للمجتمع الاماراتي وغير الاماراتي. طبعا احنا بنعرف الشعب العربي كامل بحب القهوه ومدمن، خلينا نحكي على القهوه، فانتم كيف بتقدموها؟ كيف طريقه تحضيرها؟ كيف بتقدروا تقنعوا المجتمع كامل في المنتج تبعكم؟ تفضل. احنا حاولنا مثل ما قلت لك احمد نجمع بين السايكلينج والكوفي، فوفرنا الدراج كل المستلزمات اللي يحتاجها من ناحية اللي هي مستلزمات الدراجة، مكان الفود، الملابس، صيانة الدراجات موجودة. برافو. في نفس الوقت ممكن الشخص يجي يعني يقعد يشرب قهوة ويكون ينعمل صيانة لدراجته لين ما تخلص ويكون ينحط. أيوة. في نفس المكان. أيوة. فحاولنا مثل ما نقول إن نخلق هالكوميونتي. القهوة حاولنا نكون متميزين بعد في قهوتنا، لأن ما تكون قهوة عادية، حاولنا يعني ناخذ من أحسن الروسترز هنا في الإمارات. القهوة كواليتي عالي، سبيشاليتي كوفي. برافو. فمثل ما تميزنا في الدراجات بغينا بعد نتميز في القهوة. ما شاء الله عنكم. طبعا إحنا زي ما إحنا شايفين أعزائي المشاهدين، أكيد في كمان زي مكتبة صغيرة للي بحب يجي انه يقعد يستانس بالقراءة. انا طبعا من عشاق القراءة استاذ خليفة، بحب اني انا هيك اقرأ كتاب مع فنجان قهوة هيك مع المناظر الجميلة داخل المحل. اكيد راح ناخذ لفة معك بعد اللقاء ان شاء الله. طبعا الان خبرنا كيف انت قدرت تتميز عن التميز، خلينا نحكي انه في بعض الكوفيهات هون كثير كلها بتقدم نفس المنتجات اللي هي قهوة مع سميد، فأنتم كيف تميزتم عنهم أكثر وقدرت تخليه مختلف عن باقي المحلات؟ تفضل. شوف مثل ما قلت لكم يا أحمد، المكان كله يعني سبيس اون كوميونيتي اكسبيرينس، القهوة تقدر تخصصها أي مكان. صح. مثل ما نقول الدراج او السايكلست يحب يكون في مكان يحس انه هو ينتمي لهذا المكان. صح. عاشق السيارات الرياضيه يحب يكون في مكان يعني يحس انه هو ينتمي لهذا المكان. صح. فنحن حاولنا نركز على هالشيء. الشخص يومي يشرب قهوه حتى ان كان مش دراج، ممكن يقعد يشرب قهوه في الكتب اللي تثقف في الدراجات الهوائيه. تمام. مثل ما نقول الوجبات اللي يحتاجها الدراج. حلو جميل. طبعا انتم كمان ايضا بتبيعوا انواع من الدراجات الهوائيه اكيد، لانه زي ما احنا شايفين في معروض اكثر من
دراجة هوائية أنتوا بتبيعوا مش فقط للزبائن اللي بده يصلح دراجته ويشرب قهوة، برضو أيضا أنتوا بتعملوا إنه البيع، عملية البيع. ما شاء الله عنك. طبعا أستاذ خليفة بلشنا، خلينا نحكي من البداية، مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة زي ما بنعرف. هلأ وين حنشوفك بعد سنتين من الآن؟ هلأ ما شاء الله عمر المحل سنتين، كسبنا فيه الخبرة، الإكسبيرينس، بنينا قاعدة علاقات مهمة مع الناس. الآن وين حنشوفك بعد سنتين؟ تفضل. إن شاء الله نحن نشتغل على فدل كعلامة تجارية، فدل مش فقط محل دراجات أو محل قهوة. إن شاء الله في المستقبل بيكون فدل مش بس في الإمارات، فرانشايز، إن كان فرانشايز، إن كان نحن نفتح في بلدان غير. نحن فكرة كلها أن ناخذ فكرة أو كونسبت انشئ وبدأ في الإمارات لبرا الإمارات. أتوقع الوقت انتهى للناس تجيب براندز وتجيب شركات من برا عشان تفتحها كفرانشايز. الحين الوقت اللي نحن نصدر فيه الشركات مش نجيب. برافو برافو عليك ما شاء الله. طبعا إن شاء الله إحنا من قناة سما العين نتمنى لكم تقدم ونجاح أكثر وأكثر، وإن شاء الله وان داي حنشوفك بالوطن العربي كامل، وبعدها ننطلق للعالمية، لأنه الشيخ محمد بن راشد أطال الله بعمره، الله يحفظه يا رب، علمنا إنه ما في شيء مستحيل. هذا واحد. ثانيا لازم تكون رقم واحد. لازم. شوف الله يحفظهم يطول في عمرهم، وفرونا كل شيء نحتاجه، وفرونا كل السبل اللي إن نحن نقدر ننطلق فيها. ويكون عيب علينا ان نحن ما نستغلها. صحيح صحيح، وزي ما انت ذكرت وفرنا كل السبل، ومن اهم هاي السبل اللي هي نعمه ومنظومه الامن والامان المتواجده في دوله الامارات. زي ما كلنا بنعرف انه دوله الامارات افضل دوله على مستوى العالم تنعم بالامن والامان والرفاهيه والبيئه الاستثماريه، فاحنا واجب علينا كعرب وانتم كمواطنين ايضا تتشكروا شوف اقدام دوله الامارات. من هذا المنبر نبدأها من الأستاذ خليفة المري، رسالة شكر عقدها لشيوخنا الكرام. تفضل. بس نحن شيوخنا مثل ما نقول نعمة من الله. صح. وشيوخنا نعمة لنا كمواطنين ولكل مقيم على هاي الأرض المباركة. نعم. جزاهم الله خير، ما قصروا، وفرونا اللي نحتاجه أكثر. نعم صحيح، وإحنا أيضا من قناة سما العين نتشكرهم جزيل الشكر والعرفان أيضا لشيوخنا الكرام. قبل ما نهاية البرنامج بحب أخذ منك وين إحنا موجودين بدبي. نحن موجودين في منطقة رأس الخور شارع المنامة. نحن نبعد عن السايكلينج تراك بشكل عن 5-7 دقائق بالسيارة. نعم. هاي كانت أحد أسباب إنه اخترنا هذا الموقع. نعم جميل. طبعا مشاهدينا الكرام أرقام التواصل والويب سايت بأسفل الشاشة مع بدل سايكلينج أند كوفي. أشكرك جزيل الشكر أستاذ خليفة للاستقبال الرائع لك، وأشكرك أيضا لدعمك لبرنامج رواد الأعمال، وإن شاء الله دائما بنشوفك في القمة وفي أعلى المراتب. إن شاء الله كل الشكر لكم. شكرا. مشاهدينا الكرام إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم سما العين وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.